السلام عليكم مرحبا بكم الناس كل في فيديو جديد وفي جديدة اليوم كل عادة اللي تعليكم بحاجة بنينة بنينة برشا وبسيطة في نفس الوقت ومكوناتها سهلين على الاخر و باش لكم اكثر باش نعطيكم القياسات بكعبه اليغورت هذيك بيه. نبدأ نبداو بالفرينه ناخذ ستة كيالات باليغورتا، السكر ثلاثة كيالات باليغورتا هذيك والزيت كيلتين باليغورتا هذيك وعندنا خمسه كعبات عظم متوسطين مهمش صغار برشا ومهمش كبار برشا وعندي ثلاثه مغارف نشاء ومغرفه كاكاو وعندي ساشي وشطر خميره وزوج ساشيات سكر فاني ومغرفه الخل كالعاده ورشه ملح بعد نحطها ديجا ما حطيتهاش من الاول من بعد سته زيادة باهي اول حاجه باش نعملوها يلزم نكسرو كعبات العظم في حاجه ومن بعد نصبوهم بعد ما نحطوا العظم نحطوا معاه السكر والسكر فاني ونركضوهم بالكدا بالكدا حتى لين العظم ويطلع العظم شوية هكاك الوصفة متاعنا نظمنو اللي هي باش تجينا ناجحة خاطر العظم والسكر كي نركضوهم عندهم دور كبير في نجاح الوصفة متاعنا، العظم كيما قلتلكم متوسطين مهمش صغار على الاخر ومهمش كبار كان الكعبات اللي عندكم كبار بالكدا تنجمو تعملو أربعة، يعني تنقصو أنا حطيت خمسة خاطر حسيت ما انت متوسطين. مهمش كبار بالكدا ومهمش صغار بالنسبة للخميرة كيما قلت لكم باش ساشي وشطر يعني الساشي لولا كاملة والثاني باش ناخذ منها حكاية مغرفة كيكا متاع قهوة، الياغورت آه تنجمو تعملو أي نوع متاع ياغورت يعني أي جو تحطو بنان فاني فريز أنا هذاكا في ويدو بوا، الحاجة الأخرى شنية انشاء. انشاء هو بالخل يعاونونا باش تجينا الكيك متاعنا منفجه وهشوشه في نفس الوقت الخل زاد اي نحيه ريحه زفوريه العظم ومغرفة الكاكاو هذيك باش ناخذ في الاخر شويه هكا من الخليط نتاعنا ونزيدو مغرفة الكاكاو تبعو الشوكولاته باش ن... يعني الكيك نتاعنا باش نعملوه شويه بالشوكولا وشويه يعني بيضه تبقى فاني به العظم كيما قلت لكم لازمنا نركزوها بالكدا بالكدا حتى لين تبياض وتطلع بالكدا يعني باش تنفجنا من بعد الكيك نتاعنا بريسك الكيك نتاعنا اليوم ساهل على الاخر بسيط نجمو ناكلو في اي وقت غوتي هكا متاعو شويه حتى في العيد هكا واحد يطيب وهكا يستحقو سبحان الله يجي حد ولا حاجه ورشة الملح هكا حطيتها تو خاطر نسيت ما حطيتهاش من الاول زدتها زيدين هاوكا العظام طلع بالكداء اخزرو كيفاش نفج بالكدا بالكدا هذيك حاجه مهمه انكم تركزوا العظام بالكدا بهذاك تبع الشوكولاته قصيتو طروف صغار وزدت شويه زبده وعطيتو لبنتي باش تحطو في الميكرووند باش يذوبلي ومن بعد نحطو غاديكا باش نكمل نخلط بيه وتاو تراوني كيفاه هذاكا الزيت كيما قلتلكم لكم خديت زوز كيالات بالياغورت هذيك زيت او كزيت تو بعد ما طلع العظم والسكر وكيف كيف باش نزيد نخلطو شويه و... ومن بعد باش نزيد نصب كعبتين ياغورتة ذوك راهو انا الحكار اللي عملته هذيا عملتها كبيره شويه الكيك نتاعني تنجمو تعملو اشطر نتاعو كل مثلا الفارينة تعملو انا في عود سته تحطو ثلاثه كيالات Uh, السكر في عوض ثلاثه تعملوا كيله وشتر بالياغورتا الزيت تحطو كيله واحده يعني هذيكا هذيك النشاي تحطوا مغرفه وشتر الكاكاو تنجموا ما تنقصوش خلوه خلوهم مغرفه كامله معناتها والخل والخميره تحطوا ساشيكا هاو هاكا يعني تقسمو كل شيء على اثنين هاو كاكا سهله على الاخر وفي نفس الوقت عندكم باش تقيسو اللي ما عندوش ميزان ولا حاجه يستحق يعني يقيس بكعبه الياغورت كيما قلت باهي توا صاير كذنا لي الزيت والعظم والسكر والسكر, والسكر فاني والملح وكل شيء نحينا الخلاط على جنب وباش نبداو نستعملوا يعني النواشف باش نخلطوهم مع بعضهم ونستعملوه اللي هي الفرينه كما قلت لكم ستة كيلات ثلاثة مغرفة مغرف متاع النشاء وساشيت الخميرة هذيك الكل والأخرى باش ناخد منها حكاية مغرفة بريسك الشطر متاع ساشيت الخميرة متاعنا خاطر انا كيما قلت لكم الكيكه كبيره شويه عملت ريتو هاو مغرفه واحده خميره والبقيه باش نخليه باهي توا انا هاوكا خديت باش نبدا نغربلهم كيما ديما نقول لكم راهو تغربيل الفرينه مهم برشا بعد ما خلطت الفارينة والنشاء والخميره باش نغربلهم بالجداء ونبدا نخلط بالفوي الحاجات هذوما اللي ديما نوصي فيكم عليها أنا يعاونوكم باش تجي الكيكه شوشه ومنفجه بالكدا اللي هما تغربيل الفارينة وركضا العظم بالكدا وكم غرفة الخل ذيك اللي باش نحطها في اللخر. اذوما الحاجات يعاونو كيك متانا باش تجينا هشوشة ومنفشة توا كملت غربلت مساي باش نخلطهم بالفوي ومن بعديك باش ناخو بارتي صغيرة ونخلطها مع الشوكولاتة ذيك الشوكولاتة هيك بعد ما ذوبتها في الميكرووند هي ومغرفة الكاكاو وباش نزينو بهم الكيك متانا نركزوها مانويل مش لازم بالروبورة معناتها الفارينة كي نحطوها نركضوها شوية باليد وكهو هاو كتاو نزيدهم الخل ونحركهم بالكدا الخل كيما قلت لكم يعاون الكيك باش تنفج في نفس الوقت ينحي نصفورية العظم عبارة محسن كيك هذيك نجمو تحطو حتى أكثر من الكمية اللي حطيتها أنا كيما تحب لا تظهر ريحتو لا يظهر المطعم تاعه ولا حد شيء يعطي لون مزيان للكيك وينحي ريحة العظم وزاد في نفس الوقت ينفجن به هذاك الشوكولاتة تبع الشوكولاتة اللي ذوبته باش نقصلو شوية خليط مغادي ونزيده مغرفة الكاكاو ونخلطهم بالكدا بالكدا ومن بعد كي نجي نصب الخليط متاعنا متاع الكيك في المول أو كنصب مرة من البيضة ومرة اللي بالشوكولا. بالنسبة للفور بعد انا حطيته على مية وخمسين درجة ملوتة كهو حكاية نص ساعة هكاكا ومن بعد شعلت عليه من فوق نص ساعة اخرى يعني الكيك متاعي قعد لي حكاية ساعة من زمان وكي شعلت من فوق زدت نقصت فيه شوية مية واربعين درجة لخاطر ان الكيك يعني جات عالية بالقدا يعني تاخو اكثر وقت تياب اذا كان نتوما باش تحطوها مثلا في طبق مربع هكا وكبير بالقدا ثلاثين على ثلاثين ولا حاجة حتى سويعة غير ربع هكا كتيبه هذوكم تعرف الخليط لي بالشوكولا خلطتو بالكدا وهذيك المغادية الفاني يعني البيضه من غير شيء اهو المول اللي اخترتو انا يشبه للفورمه دهنتو بالزبده بالكده ورشيت له الفرينه باش ما يسقناش وباش نبدا نصب الخليط هذاك بشويه بشويه نحاولوا منمسخوش المول متاعكم كمية أه كيما انا حاولت نستحفظ عليه خاطر اذا كانت مسخت الجناب نتاعو بعد يتحرق ويتعبنا شوي في الغسيل نتاع باش نصب الخليط هذاك وبعد نزيد الشوكولا وبعد نعاود نزيد من الاخرين من فوق جات بنينه 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 على الاخر خصوصا معها الشوكولا ومن الفوق في الاخر بكل باش نذوب لها تابع شوكولا بلون وتابع شوكولا ولي وباش نزين به هكا يعطوا منظر مزين وفي نفس الوقت الجود جي بنينه على الاخر راهو تنجمو تعملوها كيكه الياغورت هذه من الشوكولا زادرة تخلوا الخليط نتاعك مذاك البلفاني عادي كيما هو وتاكلوها هكاك تنجمو ترشو عليها شويه لوز من فوق تنجمو تدهنوها بشويه معجون تدهنوها بشويه عسل تخلوها من غير حتى شيء هكي كتجي زاد انا ساعات نعملها كل مره نعمل آه بطريقه يعني هاكا حطيت الخليط بالشوكولا في الوسط وحطيت فوق منه هذا وهكيك الكيك نتاعنا تكون حاضره باش نحطوها في الفور توا سي خديت كوردون كتويله هذيك باش نحاول نحرك باش هاكا يعمل آه كل يتجنس شوية مش برشا الشوكولا والفاني مع بعض وباش نحطها في الفور كما قلت لكم الفور راهو مهم برشا انكم تشعلوا من أهو تخلوها نصيف ساعه ولا حتى اكثر انتم وسخانه الفور نتاعكم لين تطلع بالكدي تنفج هي ومن بعديك تشعلوا عليها من فوق تضربوها شويه باش كان فيها فقاعات ولا هو كي يخرج نجمو تعملوها في اي مول عندكم راهو مدور مربع كيما تحب بهاكا سي طابت الكيك نتاعنا بعد ساعة من زمان خديت طابع شوكولا بلون وطابع شوكولا ولي باش نزيدهم مغرفة مغرفة كريم فريش إيباس كان عندكم ليكيد مش مشكلة أنا هذا لقيت عندي في الفريجيدير واستعملت نحطهم أنا في الميكرووند ونذوبهم نتوما تنجمو تذوبوهم على بامغي اللي ما عندوش ميكروونت حاجة سهلة على هاكم سي ذوبتهم باش نفرغ الكيك متاعنا في في الطبق ولا في صحن كبير كل واحد اش عنده وباش نبدا نزينهم بالشوكولا يضربوها هكاكا انفذوها معناتها باش كان لاصقة من أي بلاصة تتنحو بما أنكم عملتوا الفارينة كما قلت لكم الزبدة بقدرة ربي ما تلصقش هنا حطيتها في الصحن هذا على اساس من بعدش نعاود نقلبها يا عجبني المنظر اللي من اللوطه يا اخي وليت حطيتها في الصحن اخر من غير ما قلبتها يعني خليتها على الشيره هذه ريتو خاطر الصحن هذاك صغير حطيتها في هذا هوكا اكبر خاطرني انا ملو كنتش نقلبهم بعد بدل ترا يعجبني الشكل اللوطاني اكثر باهي توا باش الشوكولاته نفرخها في ساشيات صغار ساشيات هذوك نتاع اللحم باش نجم نزين به نجمو كيما قلت لكم الشوكولاته راهو تستغنوا عليها يعني خلوها هكيكا سامبل من غير حد شيء نجمو تدهنوها بالمعجون وتحطوا عليها شويه لوز مرحي ولا بوفري ولا اي حاجه بهذيك هذيك الشوكولا شوكولاته شوكولا ولي باش نبدا نقصي ديجا ساشي كان ريتوني بالمقص يعني نقبه صغيره مثلا باش نجم نعمل لك الزينه هذيك جيت بنينه 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 مصلي عني النبي خصوصا كي عملت لها هكا شوكولاته جيت محلاها يعني زيت بنتها الشوكولاته بشويه بشويه وسعوا بالكم تو تجيكم حاجه مزيانه وبنينا في نفس الوقت كما قلت لكم يعني المكونات نتاعها ساهلين على الاخر وانا هكا زدت سهلت لكم باش تنجموا تقيسوا بكعبة اليوغورت هذه من اسهل الكيكات راهي كيكه اليوغورت آه توا كملت الشوكولا ليكا باش نخص شيء أخر اللي فيها شوكولا بلون نقبتها كيف كيف يعني قصيتها بارتي صغيره وباش نبدا كيف كيف نزينها تظهر كل حليب نسلي شوكولا بلون سابع واحد ما كنت قصيت وحطيت له مغرفة كريم فريش وقديته حاجه بنينه على الاخر وسهله في نفس الوقت هكا هي كمل زينتها توا باش نقص هيك ونوري هيك كيفاش جاتني من داخل جاتني هشوشه منفجه كم تراو فيها تذوب في الفم المهم تردوا بيكم في الفور تتفقدوها كل شويه الكيكات هذو راهم يلزمهم واحد واقف عليه وماذا بيكم تنقصوا فيه بالكدا الفور باش هو باش تنفج هي وتتنفخ بالكدا بالكدا وتطيب شوية هكا من داخل وبعد شعلوا عليها من فوق هاكو أخزر لكن قص فيها أنا هابطة السكينة بسهولة معناتها تحسها منفجة وشو وشوشه بالكدا من داخل أخزر لك في جاتني شوكولا وفي نفس الوقت الفاني معناتها حاجة بدينا على الأخر على الأخر جربوها بقدرة ربي ما تندموش هاكو باش نكمل نقصها الكل ونوريها لكم اغز دوبا نحط السكينه هي التوح دليل على انها شوشه من داخل وفارغه ما انت مش شكل مكبده ولا معجنه هذا شحبي حبيت وصفه اليوم مبنينه برشا وسهله في نفس الوقت مكوناتها بساط حاجه واحد يعمل عليها بون كيف كي طيبها وانا هاكا زدت بسطت لكم على الاخر عطيتكم القياسات اللي باش تقيسوا بها كعبه الياغورت باش تجيكم سهله وزيد قلت لكم تنجموا تعملوا شطر الكميه تعملوها في مول صغيره نتاع 18 سنتيمتر ولا 20 هذيا القياس حكايه 24 سنتيمتر وتوا ما كان باش ما تنسيونيش بالجيم ولا وتفعيل الجرس وتنشروا الفيديو نتاعي لحبايبكم ولا صحابكم باش تعمل فايده عن الناس الكل وتجربوا الوصفه وتحطوا لي رايكم في الكومنتات وباي باي بس الناس الكل